إذا مشاهدينا الكرام، يتواصل حلول الوفود المشاركة في قمة الجزائر السابعة للغاز، وفي الأثناء يصل السيد ماكي سال رئيس جمهورية السنغال للمشاركة في هذه القمة، وطبعا باستقباله رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بأرضية مطار الجزائر الدولي وربما. حفاوة استقبال كبيرة تخصها الجزائر لضيوفها لشركائها، الجزائر التي هي اليوم محل إجماع كشريك موثوق وفاعل مؤثر بدبلوماسيتها الطاقوية، لذا تشد الرحال نحوها دراية من الشركاء بأهمية الدور الجزائري في أروقة سوق الطاقة العالمي. هذه دائما الصورة المخلدة للحدث وللذكرى. طبعا مشاهدينا الكرام، السنغال والرئيس السنغالي ماكي سال يشارك بقمة المنتدى كعضو ملاحظ بعد قبول الطلب الذي تقدمت به السنغال للمنتدى للحصول على العضوية. طبعا مستقبل كبير متوقع للغاز في هذا البلد الصديق، سيما بعد استكمال المشاريع الكبرى في البلاد مثل مشروع السلحفات. استمعنا لنشيدين، نشيدي البلدين الجزائر والسنغال، وكما تحدثنا مستقبل كبير متوقع للغاز في السنغال بعد اكتمال المشاريع الكبرى، سيما أشغال حقل الغاز السلحفات بنسبة تفوق 90%، وهو مشروع كبير وحيوي يقع على الحدود البحرية بين السنغال وموريتانيا، وبمجرد بداية الأشغال والاستغلال فيه فسيمكن السنغال والمنطقة ككل من الاستفادة من احتياطيات ضخمة، علاقات متجذرة، علاقات أخوية بين الجزائر والسنغال، علاقات صداقة تتمتن وتتوطد يوما بعد يوم. الآن الرئيسان يستعرضان تشكيلة من الحرس الجمهوري، تؤدي لهم التحية الشرفية وفق البروتوكولات والتشريفات الرئاسية الرسمية. وفي هذه الأثناء يصافح ضيف الجزائر الرئيس السنغالي ماكي سال كبار المسؤولين المستقبلين في المطار، ويصافح بدوره السيد رئيس الجمهورية الوفد المرافق للرئيس السنغالي. إذن هي علاقات صداقة وشراكة بين الجزائر والسنغال في أبعاد كثيرة،
هذه هي العلاقات التي أعطيت نفسا جديدا من خلال العديد من المشاريع التنموية والاقتصادية التي تم تدشينها بين البلدين، علاقات تأخذ طابعا أو تأخذ أفاقا جديدة من خلال مد الخطوط الجوية والبحرية بين البلدين، حيث كان أيضا إنشاء أول بنك جزائري بالخارج بدكار بالسنغال، إضافة إلى إقامة العديد من المعارض وتوقيع العديد من الاتفاقيات للاستثمار بين البلدين. هي رؤية مشتركة لتطوير العلاقات الاقتصادية بما يخدم البلدين أولا وما يخدم المنطقة ككل، دائما في إطار توجه الجزائر نحو عمقها الإفريقي. في هذه اللحظات يصل رئيسا البلدين إلى القاعة الشرفية. D'autres, c'est bon? Cortage en tout. Ah, du matin, on a eu le premier job.